أهلا بكم. هل إعلان الانسحاب الأمريكي من العراق العام القادم حقيقي أم مجرد دعاية؟ وما المقصود بهذه الدعاية؟ وما هي أهدافها؟ ما هو شكل العراق المطلوب أمريكيا في ظل نظام المحاصصة؟ وكيف ستكون علاقة التخادم الإيراني الأمريكي على الأرض العراقية خلال المرحلة المقبلة؟ سنسلط الضوء مشاهدينا الكرام على هذه القضية، وهل إعلان الانسحاب الأمريكي من العراق العام القادم حقيقي أم مجرد دعايات إعلامية؟ سيكون معي في هذه الحلقة الأستاذ عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك. نعم، وأرحب أيضا ب الأستاذ سيد فاروق فتيان الراوي، الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. مرحبا بك دكتور فاروق. أهلا وسهلا أستاذ سمير وبضيفك الكريم وبمشاهدي قناة الرافدية، حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونبدأ الحوار، كونوا معنا. أبدأ معك أستاذ فاروق فتيان الراوي، الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق. أستاذ فاروق، يعني هل الانسحاب أو إعلان الانسحاب الأمريكي العام القادم هو حقيقي أم ماذا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أذكر بعض الأمور فيما يتعلق بالقواعد الأمريكية المنتشرة في العالم. هناك ما يقارب 800 قاعدة منتشرة في أغلب بلدان العالم، يعني من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. لم تخرج الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن من أي دولة دخلتها إلا من خلال طريقين، إما الطريق الأول هي المقاومة المسلحة كما حصل في فيتنام وفي كوريا وفي كمبوديا وفي نيكاراغوا، وأما أن تكون المصلحة تقتضي بالمغادرة لأنه لم تعد تلك القاعدة ذات أهمية، ونوجدت بعض الأماكن اللي هي ذات أهمية تتحول هذه القواعد إلى مناطق أخرى. فلذلك فيما يتعلق بالقواعد الأمريكية في العراق، المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية غزت العراق عام 2003 بالحجج الواهية اللي طرحتها في تلك المرحلة، واستمرت بتواجد قوات أمريكية وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 200,000 عسكري أمريكي. القواعد الأمريكية اللي انتشرت في العراق كانت بحدود 7 قواعد. بعد أن استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض سيطرتها على العراق وأن تضع حكام خاضعين إلى إرادتها، وسمحت بالتأكيد إلى إيران في الدخول إلى العراق، وفي عهد سيئي الصيت باراك أوباما ونور المالكي تم الاتفاق ضمن اتفاقية الإطار التنسيقي على الإطار الاستراتيجي على غلق القواعد الأمريكية في العراق وانسحاب القوات الأمريكية في موعد أقصاه 31 كانون الأول 2011. ولكن مثل ما نعرف اليوم احنا 1/10/2024 وما زالت هناك قوات أمريكية، فإذا مصلحة القوات الأمريكية عندما تقتضي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقتضي مصلحتها أن تستمر في البلاد، هي نعم وجود تحت مسميات معينة بصفة المستشارين العدد ربما لا يتجاوز 5,000 عسكري، لكنه يعتبر احتلالا، لكن هو لا زال يفرض قوته من خلال السفارة الأمريكية وتدخلاته ومن خلال قاعدتين، قاعدة الأسد في محافظة الأنبار قرب منطقة البغدادي وفي محافظة أربيل، وقاعدة صغيرة أخرى اللي هي في مطار بغداد واللي هي تمارس دورها
ونشاطها واتصالاتها بشكل مباشر حالها حال أي قاعدة أمريكية، سواء كانت في قطر أو في الأردن أو في قبرص أو في اليونان أو في البرتغال. هذه هي القواعد الأمريكية، لم تنسحب من اليابان ولم تنسحب من ألمانيا ولم تنسحب من أغلب من كوريا الجنوبية، ما زالت مستمرة وفي تايوان، لأنه مصالحها تقتضي أن تستمر هذه القوات. فإذا اقتضت المصلحة العامة أن تكون تستمر القوات الأمريكية، الحكومة العراقية غير قادرة على فرض إرادتها على الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال. وكنا نعلم لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسقط الحكومة المتواجدة في المنطقة الخضراء لأسقطتها غدا. نعم أستاذ فاروق، ابقى معي، طرحتنا عدة نقاط مهمة ومنطقية. طبعا أنتقل بسؤال وأرحب بالأستاذ عبد القادر النايل عضو الميثاق الوطني العراقي. أستاذ عبد القادر تسمعوني؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك وبضيفك ومشاهديكم الأفاضل. حياك الله أستاذ عضو الميثاق الوطني العراقي. طبعا الاحتلال الأمريكي في العراق ممثلا بقواعد داخل العراق. القواعد الأمريكية لم تخرج لا من اليابان ولا من ألمانيا ولا من أي منطقة في العالم، هناك أكثر من 800 قاعدة أمريكية. الأستاذ فاروق تحدث عن أن الاحتلال الأمريكي لن يخرج أبدا إلا بالمقاومة المسلحة، لأنه جاء العراق بحجج واهية وبأكاذيب، وبالتالي لن يخرج بتاتا. ما السبب الذي يجعل هذه الدعايات تخرج بأنه سوف يكون هناك يعني انسحاب أمريكي من العراق كليا العام القادم؟ أولا دعني أقول لك أن القواعد الأمريكية في العراق ليست كباقي القواعد المنتشرة في العالم، هذه قواعد عسكرية جرى من خلالها احتلال العراق وفرض عملية احتلالية من عملية سياسية إلى عملية اقتصادية، والآن عملية اجتماعية من أجل ترسيخ المشروع الأمريكي. وبالتالي احتلال العراق له تداعيات على المنطقة، أولها إطلاق يد إيران في المنطقة للوصول إلى تبرير تدخلات الكيان الصهيوني في المنطقة، وبالتالي هذا ما يحدث الآن بشكل واقعي وجلي وواضح بشكل واضح على الجميع. ولذلك حقيقة بدأت الناس تنظر إلى أن الكيان الصهيوني يحارب الوكلاء أو وكلاء إيران، وهذا حقيقة لولا فرض السماح لإيران بالتمدد عبر الاحتلال الأمريكي للعراق لما حدثت الأمور ولا ما وصلت الأمور إلى هذه القضية. فبالتالي قياس القواعد الموجودة في العراق على باقي قواعد دول العالم هذا حقيقة قياس يعني لا يمكن أن يكون ذات منهجية، أو يمكن أن يعتبر أن هذه القواعد متساوية. في العراق هي ليست قواعد، في العراق جيش احتلال، وبالتالي لابد أن لا نضع أن المشكلة تعني بوجود قواعد أو عدم وجود قواعد، لأنه الآلة الأمريكية لا زالت مستمرة. هو أستاذ عبد القادر، السفارة الأمريكية وتدخلاتها مثل ما تحدث الأستاذ فاروق قبل قليل هي تمثل احتلال أمريكي وسريان لهذا الاحتلال. الاحتلال مستمر ومشروع الاحتلال مستمر. وبالتالي القضية الثانية التي لابد أن نضع لها إطارا مهما في هذه القضية، لا توجد لدينا حكومة عراقية، نحن توجد لدينا عملية سياسية صنعها الاحتلال بامتياز، وصنعها على إنشاء كونتونات لتنفيذ للمشاريع الأخرى، وهو من سمح بوجود الميليشيات ودعمها لتصفية المقاومة الحقيقية العراقية التي أثخنت الجراح بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالفعل هي لا تخرج وسائل الاحتلال ومشاريعه إلا بالقوة، لأنه ما أخذ بالقوة لن ينتزع إلا بالقوة، وبالتالي مشروعية المقاومة في العراق هي الأساس ما بين قوتين، قوة احتلال وقوة مقاومة. ولولا وكلاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين سواء كانوا من الميليشيات أو من العملية السياسية أو من الأحزاب التي باركت لهذا الاحتلال وأصبحت من أدواته الفاعلة،
لكانت المقاومة اليوم تتكلم عن تطهير وتنظيف العراق ومن ثم استقلاله. لماذا شهدت، عفوا الأستاذ عبد القادر، في هذه النقطة المهمة فقط يعني لابد أن نذكرها، موضوع المقاومة، يعني لماذا محيت المقاومة الحقيقية وحوربت وغيبت في حين أنه تظهر هناك يراد تعميم نموذج مقاومة هو عبارة عن ميليشيات مدعومة أمريكيا؟ حقيقة لماذا يراد، أولا دعني أجيبك على الفقرة الأخيرة، لماذا يتم تلميع الميليشيات القاتلة التي صنعها الاحتلال بأنها مقاومة؟ هذه حقيقة وجدت لأنفسها بعد العار الذي لحق بها من خلال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لها لتصفية المقاومين على أساس طائفي، وجدت في هذه القضية شماعة لتطهير نفسها من هذا العار، وبالتالي بدأت تستخدم القضية الفلسطينية كما يحدث لإيران الذي تدخلت تدخلا بارا في كل الدول العربية وقسمت العالم الإسلامي وتبنت أفكار لتقسيم العالم الإسلامي بالطريقة الجنونية. المستفيد الأول بالتأكيد أمريكا والكيان الصهيوني من هذا الانقسام الذي كان السبب الرئيسي فيه إيران وتغذية هذا المشروع الطائفي، ظنا منها أن إسرائيل وأمريكا سيعطيها الشرق الأوسط بالكامل. بالتالي الآن يريدون عندما يرفعون هذه الشعارات يريدون غسل العار الذي سجل عليهم تاريخيا بأنهم كانوا أدوات الاحتلال، الذي قالها أبطحي نائب الرئيس الأمريكي: لولا إيران لما سقطت بغداد وكابل. بالتالي ما المقاومة العراقية ضعفت، نعم سبب الضعف هو سبب منطقي لا زالت موجودة ولا زالت في ضمير العراقيين، والعراقيون لديهم أشكال متنوعة في المقاومة سواء كانت بالمقاومة المسلحة المواجهة للأمريكان أو المقاومة بإطار التظاهرات والاعتصامات وما إلى ذلك، والعراقيون حافلون بهذا الطريق ولا زالوا من طريقة أخرى عندما يقاطعون الانتخابات فهي أيضا مقاومة. لذلك ضرب المقاومة من خلال إيجاد فتن داخلية هو لحرب سلاح المقاومة لتكون حرب أهلية، فلذلك المقاومة انسحبت تدريجيا حتى لا نذهب إلى الحرب الأهلية وحتى لا تتلطخ يداها بدماء العراقيين، لأن الاحتلال استطاع أن يصنع مشروع الضد النوعي سواء على أساس طائفي أو من بيئة المقاومة كما حدث للصحابات بإيجاد من يضرب المقاومة حتى ينحر سلاح المقاومة عن مقاومة الاحتلال إلى مقاومة الأهالي أو لصراعات داخلية، وبالتالي هذه الصراعات الداخلية بالتأكيد ستتولد بثارات وبحروب أهلية وحروب عشائرية، وهذا ما لا تريده المقاومة. ولذلك مسألة أنه الآن يقال أن هناك انسحابا واتفاقا أمريكيا هذا وهم وخيال، يراد من خلاله حقيقة سحب البساط أو إعطاء حفظ ماء وجه لتلك الميليشيات التي ادعت أنها إذا ما استمرت الحرب على غزة وإذا ما قصف جنوب لبنان سيكون القواعد الأمريكية في العراق تحت الوطأة وتحت الضرب، وبالتالي هؤلاء اليوم أصبحوا أمام الأمر الواقع. اليوم نتكلم عن قصف في لبنان، نتكلم عن مقتل حسن نصر الله مسؤول ميليشيات حزب الله في لبنان، وبالتالي لم يقدموا شيئا، والمحور ووحدة الساحات وأنهم جميعا يتحركون في قرار إيراني واضح أصبح أسلوبا، لأن الإيرانيون بصريح العبارة تخلوا عن وكلائهم من أجل حفظ رأس النظام. لذلك وهم إعلام انسحاب أمريكي في عام 25 هو كذب ووهم وتدليس، ومن يقرأ النسخة باللغة الإنجليزية يجد أن القضية لا تتعلق بالانسحاب إنما باتفاق لمناقشة الانسحاب من أجل حقيقة عدم إحراج هذه الميليشيات التي كانت تدعي بأنها ستمحو هذه القواعد وستضربها وستقتل الأمريكان إذا ما كان الاعتداءات مستمرة، وها هي الاعتداءات الصهيونية مستمرة لكن هؤلاء يكذبون. نعم أستاذ عبد القادر، أبقى معي لو سمحت. من وجهة نظرك أستاذ فاروق فتيان الراوي، يعني هل فعلا الميليشيات خلال هذه المرحلة قادرة على ضرب القواعد الأمريكية؟ ويعني كبير هذه الميليشيات الذي تخلت عنه إيران بكل سهولة، تمت تصفيته من أسفل طابق تحت الأرض وبطرق يعني حديثة وبأساليب عسكرية حديثة، هل تعتقد أن كل ما تقوله الميليشيات من تهديدات هي حقيقية على أرض الواقع؟
لأنه الميليشيات هي من أوجد الميليشيات. قبل الاحتلال الأمريكي لم يكن هناك، لم يتجرأ شخص واحد أن يعلن نفسه ميليشيا في أرض العراق أو في مناطق أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية هي من دعمت الميليشيات ودعمت، وكنا نتذكر في 2014 عندما حصلت ما يسمى بداعش واحتلال المحافظات الغربية، الموصل والأنبار وجزء من صلاح الدين، كيف استطاعت الولايات المتحدة استخدام الميليشيات والتعاون مع الميليشيات والتعاون مع قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. إذن التنسيق كان مشترك ما بين الميليشيات وما بين القوات الأمريكية الموجودة. كان الطيران الأمريكي يقصف هذه المدن، وكانت الميليشيات تتلقى الدعم اللوجستي الكامل، هي والقوات ما يسمى بالقوات المسلحة العراقية، لضرب وقصف تلك المدن. فإذا الميليشيات هي غير قادرة، لو فعلا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما شفنا الآن عمليات التصفية اللي جرت في جنوب لبنان، نعم. رغم أنه القوة حزب الله على مدى أكثر من 35 عام، يعني من عام 82 ومن عام 85 بالذات بدأ التسليح والتدريب العسكري والتجهيزات العسكرية الكاملة، وأصبح عنده قوات أقوى من الجيش اللبناني ويشكل دولة داخل دولة. إلا أنه استطاع الكيان الصهيوني من خلال حركات سهلة جدا، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، من الإجهاز على القيادة، هرم قيادة هذه الميليشيات من أمينها العام وإلى قادتها الدرجة الأولى والدرجة الثانية. هذا الأمر تتوقعه كان متوقعا من قبل قادة الميليشيات في العراق؟ لم يكن متوقعا من قادة الميليشيات، ولكن بالتأكيد الكيان الصهيوني يخطط إلى سنوات بعيدة. ونفس الشيء الولايات المتحدة الأمريكية استخدمتهم أدوات لضرب، مثل ما ذكر ضيفك الكريم الأخ عبد القادر، أنه من خلال سواء من خلال الصحوات أو من خلال هؤلاء لضرب المقاومة العراقية الحقيقية ولإيجاد الصراع من خلال استخدام الطائفية أو المذهبية داخل المجتمع العراقي. عندما تأتي مرحلة من المراحل تصبح هذه الأدوات غير صالحة وغير منتجة، بالتأكيد سيتم إزالتها، وهذا ما حصل. شاهدنا، أنا كتبت تغريدة بيوم مقتل إسماعيل هنية، كتبت تغريدة أنه وصفت عملية اغتيال إسماعيل هنية في طهران بأنه هي عملية التخلي الإيراني عن أذرعها في المنطقة. اليوم إسماعيل هنية، وبالأمس فؤاد شكر، وغدا لا نعلم من سيكون، بالتأكيد ستكون أدوات أخرى. وفعلا بدأت الأذرع تتخلى إيران عن أذرعها. هل تتوقع إلى أي مدى تتوقع أن تتخلى إيران فعلا عن العراق؟ يعني كما هو معلوم أن الاحتلال الأمريكي سلم العراق لإيران، هل تتوقع أن يتخلى عن ثروات العراق، عن الأرض العراقية، عن حلبة الصراع هذه التي تسمى ساحة التخادم؟ إذا كانت إيران مهددة وتشعر أنها مهددة، مهدد نظامها، بالتأكيد ستتخلى عن العراق وعن أي مكان آخر، مثل ما الآن رفعت يدها عن لبنان. وكان حسن نصر الله كان هو الشخص رقم واحد بالنسبة لهم، تخلوا عنه. وفي آخر خطاب إلى اللي يقرأ ما وراء السطور يشعر خيبة أمل حسن نصر الله في خطابه، أنه يشعر أنه هو ربما هناك خديعة أو هناك نوع من الانسحاب من الدعم، سواء كان من إيران أو من قوى أخرى كانت تقدم الدعم إليه. وما نشاهد الآن النظام السوري على سبيل المثال، بشار الأسد اللي كان
متحالف رقم واحد هو والمقبور والده مع حزب الله، لم نرى أي تصرف ولا أي توجه لدعم حزب الله في لبنان. كذلك إيران عندما تجد مصالحها مهددة بشكل كامل، وفعلا الولايات المتحدة الأمريكية ستنتقم من الميليشيات المتواجدة في العراق، هي ستنسحب وسترفع الدعم عن هذه الميليشيات. وشاهدنا أنه رفعت، يعني عندما تم اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، الكل كان يتوقع أن إيران ستقوم برد وستنتقم لقاسم سليماني الشخص نعم، وجاء الرد مضحكا. الثاني كان في وجاء الرد حينها مضحكا للعالم، لكن الرد كان رد هزيل ومضحك. ونفس الشيء الآن مضى على اغتيال إسماعيل هنية أكثر من لحكمة. نعم. وهذه ربك، يعني عندما نقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، يسخر عليهم رب العالمين، وربما تجعل أيادي ظالم تقص بها ظالم آخر. طيب نعم أستاذ فاروق، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد القادر، الميليشيات الآن خلال هذه المرحلة في العراق ميليشيات حكيمة ربما، ولا نعرف ما سر هذه الحكمة. هل يا ترى سوف تكون الميليشيات الهدف التالي بعد ما جرى في لبنان في الجنوب اللبناني؟ تأكيدا على ما تفضل به ضيفك الأستاذ فاروق الراوي بأن إيران تتخلى عن أذرعها اليوم، يعني معلومة دقيقة يعني أكشفها عبر قناة الرافدين لكم، سافر فجر اليوم من مطار بغداد الدولي إلى إيران بعض مسؤولي هذه الميليشيات، ومنهم أبو الولاء الولائي مسؤول ميليشيات سيد الشهداء. وقبل أقل من ساعة كشف لنا مصدر عسكري داخل مطار بغداد برجوع هؤلاء إلى العراق. مصادر أخرى أكدت على أنه هؤلاء يتكلمون على أنه إيران قالت لهم أن إقامتكم في طهران خطرة، اذهبوا وارجعوا إلى العراق، وبالتالي يمكن أن تتخفون بين المواطنين. هذا حقيقة يؤكد على أن هؤلاء يعيشون في تخبط وفي خوف واضح من الاستهداف القادم، فالهروب والتخلي بهذه الطريقة يؤكد ذلك. فضلا على أن مصدر في وزارة الدفاع الحالية في حكومة السوداني أكد لنا أيضا عبر معلومة دقيقة أن مسؤولي حرس الثور الإيراني وبعض الميليشيات منهم اللبنانيين في جرف الصخر يريدون توفير سيارات من الجيش الحكومي لنقل أفرادهم وبعض مؤسساتهم من بعض المنشآت العسكرية السابقة، منشآت التصنيع العسكري في زمن النظام السابق الموجودة أطراف جرف الصخر، لمعسكر تابع للحشد أو للجيش في النجف. هذا يؤكد تماما على أنهم يتوقعون أن هناك ضربات ستشن عليهم، وأنهم ليسوا بمنأى من ذلك، لأنهم حقيقة هددوا كثيرا وربما دعوا أنهم قصفوا، وإيران زودتهم بعض الصواريخ. ولذلك حقيقة إيران عندما تتخلى عن هؤلاء فأعلم بأنهم الهدف القادم. لذلك حقيقة هذا الصراع الموجود هو صراع، ليس أقولها بصريح العبارة، ليس معنيا به العراق ولا شعب العراق لا الدائر حاليا، لأن هؤلاء لم يتركوا موطئا أو لم يتفقوا مع أحد أو لم يعني يحاولوا أنهم يجيشون الأمة أو يتفقون بعدم استهداف الأمة من أجل الوصول إلى محاربة الكيان الصهيوني. هؤلاء تخلوا، ضربوا المقاومة العراقية التي كانت هي المقاومة الحقيقية الوحيدة، ظنا منهم أن أمريكا ستعطيهم العراق، ومن ثم ذهبوا لقتل الشعب السوري ظنا منهم أنه من خلال خبرتهم بحماية الحدود الإسرائيلية أو الحدود الفلسطينية للأراضي المحتلة من كيان الصهيوني الإسرائيلي في جنوب لبنان، كان يعني حدود ممسوكة لم تشهد خرقا أخيرا، ظنا منهم أنهم سيتم إعطائهم الجائزة. الآن بعد أن تخلت عليهم إيران، والمشروع في الشرق الأوسط مشروع كبير كما تعلم، لا زال الأمريكان يمنون النفس في عملية تقسيم المنطقة، ولذلك هذه المشاريع مستمرة
وعندما نقول بقاء الاحتلال الأمريكي في قواعده يؤكد تماما على أن الاحتلال لديه مشاريع خبيثة في المنطقة، والعلو الذي يشهده الآن الكيان الصهيوني يؤكد تماما مرة أخرى على أن هناك مشروعا كبيرا في المنطقة. لذلك حقيقة هذا ما تقتضيه على أن هؤلاء لابد أن يخافون لأنهم ليسوا جزءا من هذا المشروع، أو لابد أن يعودون، كما أن إيران تتخلى إذا ما وصل إلى عملية رأس النظام. إيران تخلت عن رئيسها رئيسي في سبيل بقاء النظام، فكيف لا تتخلى عن هؤلاء؟ ونقطة مهمة لابد أن أوضحها عبر قناتكم وبرنامجكم الكريم، أن هذه الميليشيات الموجودة في العراق ليست قوة، هذه كانت تستخدم على غطاء مشاركة العراقيين في تجنيد عناصر لصالح الحرس الثوري الإيراني. القوة الفعلية الموجودة لأذرع إيران هي بثلاثة محاور. الأول وهو مسؤول عن الساحات جميعها في الوطن العربي هو حسن نصر الله وحزب الله، وثانيا هم الحوثيون، وثالثا هم ميليشيات الأفغانيين اللواء زينبيون. هؤلاء فقط من يستأمنهم الحرس الثوري الإيراني على تنفيذه، أما ما موجود من عراقيين في هذه الميليشيات مجرد مرتزقة أو عناصر تجليدية لضخهم وتدريبهم وأنزالهم في القتال، وليس لهم دورا قتاليا. لماذا تم توسيع أو تضخيم دورهم لبعض مسؤولي الميليشيات في العراق؟ لأن المال العراقي هو الذي يمول هؤلاء جميعا، فبالتالي يجري عملية تضخيمهم على أنهم قيادات كبيرة تحترمهم إيران من أجل استخدام المال العراقي بحجة الأنشطة السرية التي أقرت في ميزانيات الحكومة لبند عمليات سرية للحشد. هذه كلها تذهب بأموالها لهذه الميليشيات، ولولا المال العراقي لما استطاعت أن تكون قوية. لذلك على أرض الواقع هؤلاء ليسوا أقوياء، الشعب العراقي سيأكلهم بأسنانه، لأن هؤلاء ملطخ أيديهم بجميع العراقيين، قتلوا الكرد وقتلوا السنة وقتلوا الشيعة، وبالتالي تعلم تماما أن اليد الملطخة بدماء العراقيين، العراقيين مجتمع عشائري لن ينسى ثأره. على هذا الأساس حقيقة فهؤلاء لا قيمة لهم ولا لقوتهم، لكن لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستخدمهم في فترة من الفترات تضع يدها حماية لهم، لم يحاسبهم القضاء في العراق ولا أحد يستطيع الشكوى عليهم، وإيران استطاعت أن تتوسع وأن تأخذ الأموال والسيطرة والهيمنة على العراق من خلال سلاحهم البلطجي، بالتالي توهم الكل على أن هؤلاء أقوياء. لو رفعت الولايات المتحدة يداها عن هذه الميليشيات فإن الشعب العراقي من دون مساعدة أحد قادر على ضبط إيقاعات الكل ويحاسب كل من تلطخت يداه بدماء العراقيين. نعم أستاذ القادر. أستاذ فاروق، ما هو شكل العراق المطلوب أمريكيا خلال هذه المرحلة؟ الحقيقة يعني هو مثل ما ذكر الأخ عبد القادر أنه المشروع في منطقة الشرق الأوسط مشروع كبير، والولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط على صعيد منطقة الشرق الأوسط، العراق أو الكيان الصهيوني أو سوريا أو وإنما حتى في أوروبا وفي شرق آسيا وفي ما حصل في أوكرانيا وروسيا. العالم بأسرة يتعرض إلى أزمات كبيرة، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض سيطرتها وهيمنتها في الأجزاء الحيوية المهمة. وبالتأكيد نعلم أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة نتيجة توفر الطاقة الغاز والبترول ونتيجة الموقع الاستراتيجي، إضافة إلى أنه هذه للأسف هذه الكيانات الموجودة، الأنظمة العربية أنظمة ضعيفة، أنظمة متواطئة، أنظمة متعاونة مع الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يأتي الرئيس الأمريكي يستقبل بالأحضان من أغلب الدول العربية وتقدم إلى الأوسمة، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية العنصر الوحيد التي كانت تخاف منه هو كان النظام العراقي السابق، لأنه ما كان مرتبط ارتباط في الولايات المتحدة ولا ضمن المشروع الأمريكي في المنطقة، ولذلك ونفس الشيء كان نظام كابل هو يعتبر خارج هذا الإطار، ولذلك صارت عملية الاحتلال
إسقاط النظام العراقي وإسقاط النظام غزو أفغانستان وغزو العراق. والولايات المتحدة الأمريكية هي أرادت تفتيت، تحدثنا في أكثر من حلقة، هي أرادت تدمير المجتمع العراقي، تفتيت المجتمع العراقي، جعل المجتمع العراقي مجتمع متخلف. لو نلاحظ أنه الحرب هي ليست فقط استخدام السلاح، وإنما الحرب عندما تدمر الزراعة وتدمر الصناعة وتدمر التعليم وتدمر الصحة وتدمر الخدمات، ويصبح الإنسان العراقي فقط يبحث عن لقمة العيش، أو فقط يبحث من أجل السفر خارج العراق يبحث عن منطقة لجوء أو الحصول على لجوء في وطن آخر. هذا هو تدمير المجتمع العراقي، هذه الحرب الحقيقية اللي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العشرين سنة الماضية أن تحققها في العراق. ولكن الحمد لله، الحمد لله، يعني في آخر انتخابات جرت في العراق نسبة المشاركة لم تتجاوز في أعلى نسبة في أعلى محافظة 18%، وأغلب المحافظات الجنوبية لم تتجاوز 10 أو 12%، وهذا يعني أن الشعب العراقي لا زال فيه الكثير من الخيرين. ولدينا ما حصل في انتفاضة تشرين، ونحن نمر اليوم في ذكرى انتفاضة تشرين، وبالتأكيد أملنا أن يحقق الشعب العراقي انتفاضة كبيرة، ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية تضع حسابات جديدة، وليس كما خططت أنه تجعل من العراق ساحة سهلة وهشة وخاضعة لسيطرتها على مدى العقود القادمة. نعم أستاذ فاروق، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد القادر، التخادم الأمريكي الإيراني منذ 2003 وإلى الآن، هل ستتغير قواعده خلال المرحلة المقبلة في العراق؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هدفها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط قضيتين أساسيتين. الأولى السيطرة على منابع الثروات للتحكم بالاقتصاد العالمي، ولا سيما أن الصين تزاحمها في هذه القضية بشكل كبير تماما، وهي تسعى إلى إبقاء القطبية الأحادية لها ما أمكن مستقبلا لسنوات أخرى. وثانيهما أنها تفضل المصلحة الكيان الصهيوني بالكامل، فبالتالي إيران مجرد يعني أدوات تم استخدامها من أجل السيطرة على هذه الأمور، فاستطاعت أن تكرس طائفيا إيران بدعوات عدم مقاومة الاحتلال، بعدم المناهضة المشروع الأمريكي، بل أصبحت مطية استطاع الاحتلال الأمريكي تنفيذ بها كثير من المشاريع التقسيمية، مشاريع الانقسام المجتمعي، إيجاد قوانين. وهؤلاء كانوا مستعجلين ومتعجلين في إيران. إيران لم تكن يوما، وأقصد هنا نظامها، لم يكن يوما من الأيام يفهم لغة أن لابد أن يكون ضمن المنطقة، وبالتالي يحاول تأمين ومصلحة المنطقة، ولم ينظر إلى الأمام، استعجل كثيرا في عمليات استهداف المنطقة. وبالتالي ما أرادت أن توصل له الولايات المتحدة باستخدام البعبع الإيراني على المنطقة أيضا كان له دور في أن تكون بعض الدول ربما تذهب إلى التطبيع لحماية أنفسها من إيران، أو تذهب إلى الحضن الأمريكي أكثر من خلال شراء الأسلحة، من زيارة التسليح والتدريب. وهذا كله حقيقة ينعكس على الفائدة الأمريكية من تضخيم الدور الإيراني وإعطاء إيران مساحة للتحرك بشكل كبير تماما، وإعطاء أذرعها مساحات أكبر للتهديدات. إذن الولايات المتحدة الأمريكية استفادت من إيران، وإيران أصبحت تظن أنها دولة قوية تسيطر على المنطقة، وبالتالي تجاوزت الخطوط الحمر. ما أعنيه أن الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة لا تلاقي، وبالتالي عملية تقليم أظافر إيران أصبحت مؤكدة ولا رجعة عنها، من أجل الوصول إلى مرحلة قادمة من خلالها كسب ود المنطقة، باعتبار أن أمريكا تتعرض نفسها
هي الحامي أولا، وثانيا هي من استطاعت إرجاع إيران من دورها القومي التوسعي إلى الدور القطري. ولذلك الكلام واضح عن الرئاسة الإيرانية الحالية التي دائما تغازل الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد التصعيد، وبالتالي هذا يؤكد على أن التفاوضات الموجودة في المنطقة على أن إيران تريد أن يبقى رأس نظامها القطري وأن يبقى هو الموجود في حكم إيران، وستتخلى عن الجميع. وبالتالي اليوم التخلي عن الأذرع بشكل واضح يؤكد تماما على أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بدأت حقيقة تعرض نفسها على أنها من تقلم أظافر إيران في المنطقة. نعم أستاذ عبد القادر، أبقى معي لو سمحت. أستاذ فاروق، نتحدث عن حلبة صراع داخل الأرض العراقية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، صراع مصالح، تقاطع مصالح، توافق مصالح في خارج المنطقة، تضارب مصالح، يعني ضرب أذرع إيران البشرية والعسكرية في المنطقة. ولكن عندما نتحدث عن ذلك يعني وكأننا نقول بأن هذا العراق هو أرض فقط للصراع على الثروات والصراع على الموقع الاستراتيجي ما بين واشنطن وما بين قوى إقليمية كإيران التي لها أذرع أخطبوطية في 4 عواصم عربية وبيدها الميليشيات وبيدها السلاح وبيدها الأموال، أموال العراق التي تحدث قبل قليل الأستاذ عبد القادر وقال إنها تمول من أموال العراق 3 ميليشيات ضاربة. الميليشيا الأولى ميليشيا حزب الله التي انكسرت، الميليشيا الثانية ميليشيا الأفغان، الميليشيا الثالثة إلى آخرها، ميليشيات يعني متعددة. يعني من وجهة نظرك أين المواطن العراقي من هذه المعادلة؟ ألا ينظر المواطن العراقي إلى نفسه بأنه لا ينتمي إلى هذا العراق؟ يعني هو يعني مجرد من حقوقه، مجرد من أرضه، يعني مجرد من كل شيء، حتى أن تظاهراته السلمية قمعت بالحديد والنار من قبل الميليشيات. اعتقادي لم تكن هناك حلبة صراع لا بالسابق ولا الآن ما بين الولايات المتحدة وإيران، وإنما هناك نقاط وتفاهمات، هذا لك وهذا لي، أسمح لك بهذا المجال وتسمح لي بهذا المجال، والإرادة الأمريكية هي التي تفرض. كلنا نتذكر ما حصل في انتخابات 2010 وكيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض على الحكومة العراقية أن يستمر المالكي لمرحلة وأن ينسحب أياد علاوي صاحب اللي فاز في أغلب المقاعد، يعني كان هو يحصل بالدرجة الأولى في تلك الانتخابات. نفس الشيء حصل في أكثر من تغييرات معينة، كانت السفارة الأمريكية أو السفير الأمريكي ولا زال هو الحاكم الفعلي للعراق وهو الذي يحرك وهو الذي يأمر. نعم هو سمح للميليشيات وسمح لإيران ولكن بإرادة أمريكية وباعترافات الآن باعترافات قادة الجيش الأمريكي اللي خدموا بالعراق والآن اللي أصبحوا هم خارج المنظومة العسكرية، باعترافات أنه كانت تأتيهم أوامر لدعم هذه الميليشيا أو لغض النظر عن هذه الميليشيا لقيامها بالتخريب في هذه المنطقة وهذه المنطقة. ولذلك لا أعتقد أنه كان العراق هو حلبة الصراع ما بين، وإنما ربما نوع من تقسيم المصالح. بالتأكيد المصالح الاقتصادية كانت بالأساس للولايات المتحدة الأمريكية وكانت ما تسمح به إلى إيران من خلال النفط العراقي، يعني من خلال حصة العراق، من خلال حصة العراق تتقطعها من الشعب العراقي من المشاريع الإنمائية اللي المفروض أن يبنى بها العراق، هذه تسمح بتهريبها إلى إيران أو بمنحها إلى إيران من خلال الاستيراد، من خلال النفط الغاز، من خلال الكهرباء، من خلال دعم الميليشيات مثل ما ذكرك ضيفك الكريم، رواتب هذه الميليشيات كلها هي من أموال عراقية. إذا باعتقادي لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأساسي
والأول في على الرغم من وجود هذه الميليشيات وجود حكومة داعمة إلى إيران والاتفاقية اللي احنا بدنا نتحدث عنها أنه سبتمبر 2025 راح يكون هو آخر يوم للتواجد الأمريكي. نعم هناك مثل هذه الاتفاقية، لكن بنفس الوقت أكو اتفاقية أن يبقى التحالف الدولي، والتحالف الدولي معروف أنه تقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى سبتمبر 26، ويناقش بعد ذلك هل الحكومة العراقية بحاجة إلى استمرار التحالف الدولي لتقديم المعونة والاستشارة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية باعتقادي هي رقم واحد في العراق، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية رقم واحد في العالم ورقم واحد في العراق، إلا أنها عجزت، ولا نستطيع أن نقول عجزت، التوصيف سوف يعني نتركه للأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، العراق فيه مدن مدمرة من العمليات العسكرية منذ عام 2014 و2017، وإلى الآن هناك مدن لا يسمح لأهاليها بالرجوع إليها كجرف الصخر وغيرها، هناك ملفات عظيمة وشائكة ومستعصية مثل ملفات النازحين، ملفات المغيبين، ملفات يعني الذين يتم إعدامهم بالمخبر السري وإلى آخره، ونتحدث عن سرقات قرن، ونتحدث عن غسيل أموال، ونتحدث عن مخدرات. هل هذا هو العراق الذي تريده الولايات المتحدة في المنطقة كأنموذج وتأبى أن تنسحب منه؟ مشروع الاحتلال الأمريكي في العراق هو مشروع تدمير العراق وإرجاعه إلى مرحلة يصعب نهوضه لفترة من الزمن. ومعلوم تماما يعني كوندوليزا رايس تصريحاتها واضحة قبيل الاحتلال وأثناء الاحتلال أن العراق لابد أن يعود للعصر الحجري، لأن العراق يشكل مرحلة خطرة على وجود الكيان الصهيوني، وبالتالي سرعة نهوض العراق معلوم تاريخيا، لأن العراق لديه أبناء بررة حتى إن ذهبوا يمينا أو يسارا يأتي اليوم الذي يتم فيه صياغة الوعي الجمعي، وبالتالي يتضافر الجهود من أجل نهوضه. لذلك مرحلة إبقاء العراق ضمن خطة التدمير الحالية هي مرحلة مهمة للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لا تريد صناعة من العراق نموذجا لا للديمقراطية ولا للإعمار ولا للنهوض، لأنه يراد من العراق أن ينشغل بملفاته الداخلية. يعني على سبيل المثال الآن هل يمكن أن نقول أنه جزء كبير من المحافظات العراقية ستنشغل بالأزمات النزوح التي تتعرض إليها شعوب كسوريا كلبنان كغيرها بعيدا عن الأمور الأخرى، أتكلم عن حالة إنسانية؟ الجواب كلا، لأن أنا لدي اليوم 1,700,000 نازح يعيشون في الخيام لا يستطيعون العودة إلى مدنهم كما أشرت. نتكلم عن 50 مدينة سنية على أساس طائفي لا يتم إرجاعهم. بالتالي هذه الملفات تبقي العراق خارج حلبة التأثير المحيط العربي وللأمة الإسلامية وللمنطقة. لذلك حقيقة إبقاء العراق ضمن مرحلة التدمير هو مشروع أمريكي صهيوني، لأنه لو كان العراق ينهض بطريقة حقيقية لما بقت الحرب على غزة سنة كاملة بهذه الطريقة التدميرية. لاستخدم العراق مراحل مهمة، يعني الكل يتذكر في حرب الثمانينات مع النظام الإيراني التي كانت تزوده الكيان الصهيوني بإيران جت بذخائر الطائرات لضرب العراق، لما تم الاعتداء على الفلسطينيين، وأعتقد يعني إذا لم تخن الذاكرة في عام 1985، يعني رغم انشغال العراق بالحرب إلى أن رأس النظام السابق ذهب لاجتماع طارئ مع المملكة العربية السعودية واتفقوا على قطع النفط عن العالم إذا لم تتوقف الإبادة عن الفلسطينيين، وبالتالي العالم أصبح محرجا وتم إيقاف الإبادة ومشروع الإبادة وهدم المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزموع. لذلك حقيقة أقول لك بصريح العبارة أنه هؤلاء بقائهم في الحكم مرهون على التدمير. لكن الآن وصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قضية مهمة أيضا، أنه استقرار المنطقة يصب أيضا في مصلحة التهدئة، لأن هناك مشروعا دوليا يفرض على حل الدولتين، وهناك إنشاء تحالف دولي لتقوده بعض الدول العربية لحل الدولتين، الدولة الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني المحتل الذي لم يعترف بها دولة. لكن هذا المشروع يحتاج إلى تهدئة
وإلى إعادة رسم المنطقة من جديد وإعادة إيران إلى حضنها، وبالتالي أمريكا ستتخلى عن عوامل التدمير العراقية، لأن هذه العوامل التي أوجدتها في حكم العراق هي عوامل لإيجاد عراق غير مستقر، وبالتالي لابد أن تفكر في حل جديد وفي أشخاص جديدين وفي نهج جديد يمكن الاتفاق عليه. نعم، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام فيها الأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، وأشكر أيضا الأستاذ فاروق فتيان الراوي الأكاديمي والدبلوماسي العراقي السابق ضيفي عبر سكاي. أهلا وسهلا. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، إلى اللقاء.